بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. فتنة جاءت إلى المسلمين بعد أن انتشرت اللامذهبية التي هي قنطرة اللادينية، ووجه كونها قنطرة للدين اللادينية أنها حطمت المذاهب المتبوعة التي هي أفهام الراسخين في العلم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت فهم القرآن والسنة كلأ مباحا ومتاحا لكل من هب ودب. هذه الفتنة خلاصتها أن اليهود والنصارى ينجون يوم القيامة، وهذا مخالف لصريح القرآن كما ذكرنا مرارا وتكرارا، بل فيه سورة البينة نزلت كاملة في هذا الموضوع أو معظمها فيه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. السؤال الذي يتجدد باستمرار: هل اليهودي أو النصراني يثاب على فعله الذي يفعله من أعمال الخير من صدقات ونحوها ومن دعم لقضايا المسلمين، وربما بعضهم تبرع بمسجد أو نحو ذلك؟ القضية أنواع، الناس هؤلاء أنواع. قسم لم تبلغه دعوة الإسلام ولا بشكل من الأشكال، أو بلغته مزيفة، فهذا الظن بالله سبحانه وتعالى ألا يعذبه وألا يؤاخذه، فهذا لا نتكلم عنه. الصنف الثاني: من بلغته دعوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة واضحة، فقال للمسلمين: لكم دينكم ولي دين. لا خلاف في أهل القبلة أن هذا لا يكون من أهل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكل من خرج عن هذا يكون قد خرج عن دين الإسلام، لا نزاع في هذا ولا خلاف. لكن بعض الناس قال: انظر، الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله، إلى أن قال ماذا: وما يفعل من خير فلن يكفروه. لاحظ: وما يفعل من خير فلن يكفروه، إذا فعلوا خيرا سيثابون عليه. هكذا فهم بعض الإخوة من القرآن الكريم. طبعا إذا كنت تسير بمنهج ويل للمصلين فالصلاة حرام، هذا الكلام يتسق مع مذهبك. لماذا؟ ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. أما إذا كنت ممن يسعى لفهم الكلام على وجهه وفي سياقه وفي موضوعه، فلن تستطيع أن تفهم هذا الفهم. نقرأ الآيات مرة أخرى وجميع هذه الآيات حتى نفهم سياقها. ماذا قال؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن يتلون آيات الله يعني يتلون القرآن آناء الليل، يعني من أهل قيام الليل، وهم يسجدون. يسجدون، تبع ضع أسطران على كلمة يسجدون، من أهل الكتاب الآن يسجد. ماذا قال؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام معروف أو منكر؟ معصية سيدنا محمد رسول الله معروف أو منكر؟ ويسارعون في الخيرات، وقفوا عند كلمة فقط يسارعون في الخيرات، هذه عجبتهم، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ثم الآية التي بعدها: إن الذين كفروا. كفروا، ما معنى كفر؟ جحد بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بحكم من أحكامه أو بجميع أحكامه سواء.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إذن الآيات تتحدث عن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وصدق به وقرأ آيات الله وقام الليل وسجد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. تعال نقرأ سبب نزول هذه الآية على ما هو في تفسير الشيخ ابن عطية رحمه الله. قال ابن عباس ترجمان القرآن صحابي جليل وهو الذي عاصر التنزيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلب ابن سعيد وأسيد ابن سعية هكذا وأسد ابن عبيد ومن أسلم من اليهود معهم قال الكفار من أحبار اليهود ما آمن بمحمد إلا شرارنا ولو كانوا خيارا ما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله في ذلك ليسوا سواء الآية وقال مثله قتادة وابن جريج. قال الإمام قال القاضي ابن محمد يعني ابن عطية وهو أصح التأويلات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معنى الآية ليس اليهود وأمة محمد سواء. أمة سيدنا محمد يصلون ويسجدون كذا وليسوا كاليهود. وقاله السدي. قال القاضي أبو محمد فمن حيث تقدم ذكر هذه الأمة في قوله كنتم خير أمة وذكر أيضا اليهود قال النبي ليسوا سواء والكتاب على هذا جنس كتب الله وليس بالمعهود من التوراة والإنجيل فقط. والمعنى من أهل الكتاب وهم أهل القرآن وهم أهل القرآن أمة قائمة. إذن هذه الآية لا علاقة لها بالموضوع. كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حضروا نزولها بيّنوا لك لما أسلم فلان وفلان 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 من اليهود وهم أهل كتاب. جاءت قومهم وقالوا هؤلاء شرارنا والآيات تنزل صباح مساء في التشنيع على اليهود. جاءت هذه الآية تستثني هؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الساجدين لله القائمين لليل المصدقين لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة كعبد الله بن سلام. فجاءت هذه الآيات تتكلم في أولئك الناس. حينما تقطع هذه الآية عن سياقها وتخالف المعلوم من الدين بالضرورة نعم ستكون مقدما في الفرقة الماسونية بلا شك وسيكون وتستضاف في شارع عسلك ستستضاف في أمريكا في فندق 10 نجوم نعلم كل التفاصيل. لماذا؟ لأنك الآن تهدم دين الإسلام باسم دين الإسلام. هذا لا نزاع فيه بين أهل الإسلام وليس هذا رأيا حتى يرد عليه. طيب النصراني هذا أو اليهودي طبعا يأتيني إنسان أنت الآن من التكفيريين. لا دعك من هذه الخرافات أنا لست تكفيريا أنا أبين لك أحكام الله تعالى. إذن تقتلونهم نقتلهم ولا يقتلونا لهم حقوقهم وواجباتهم وضمن الوحدة الوطنية التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون ويهود بني عوف أمة على من سواهم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام مواطنا في الدولة يؤدي حقوق واجباته وإذا له حقوق
وهم أمة على من عداهم لا نقتلهم ولا يقتلون إلا إذا حاربونا، في الحرب شيء آخر. أما أن تفهم من هذا القرآن ما ينقض القرآن ذاته فأنت الآن تعبث. يعني ثم لنفرض أن هذا الكلام كما قالوا، ماذا يفعلون بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ فلن يقبل، لن للتأبيد. أي الإسلام؟ أخبرني ما هو الإسلام. كالأرثوذكس اسمه إسلام، كاثوليك إسلام مثلا، ها بروتستانت إسلام، اليهودية اسمه إسلام. إذا قلت اليهودي أنت مسلم كانك تشتمه، سيضربك. النصراني تقول له أنت مسلم هل سيقبل منك ذلك؟ جرب هذا، قل له يا نصراني أنت مسلم لست نصرانيا، سيقف شعر رأسه إلا إذا كان هداه الله تعالى. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذن هذا الكلام الذي قلت لك سبب نزوله أوضحناه ومعناه مجمع عليه عند المفسرين. أنا ذكرت لك عبارة الشيخ ابن عطية رحمه الله. الآن البيضاوي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ليسوا سواء في المساوئ، والضمير لأهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة، استئناف لبيان نفي الاستواء، والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام، وهم الذين أسلموا منهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون القرآن في تهجدهم، عبر عنه بالتلاوة إلى آخره. إذن هذا كلام القاضي البيضاوي وهذا كلام الشيخ ابن عطية. والآن ننظر ماذا قال النسفي. الحقيقة هذه الكتب التي هي متوفرة بين أيدينا في الغربة، يعني لو دخلت إلى يعني الموسوعات وإلى الكمبيوتر ستجد يعني كل المفسرين متفقين على هذا المعنى الذي أقوله لك. هنا يقول الإمام النسفي ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب مستوين، من أهل الكتاب كذا كذا، يتلون آيات الله القرآن، يتلون آيات الله القرآن، وأنا ليس ساعته واحد وكذا، وهم يسجدون أي يصلون، يريد صلاة العشاء، لأن أهل الكتاب لا يصلونها. لاحظ، يريد صلاة العشاء هي التي تكون في الليل. لماذا؟ لأن أهل الكتاب لا يصلونها. وقيل عبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عن الكفر ومنهيات الشرع. الكفر ما هو؟ المنكر ومنهيات الشرع. هذا الذي يؤمن بالثلاث آلهة هذا من مأمورات الشرع؟ هذا الذي يشرب الخمر ويراها حلالا زلالا هذا معروف أو منكر؟ إذن لاحظ يا أخي، هذا الاصطياد في الماء العكر. والعبث أيضا، خاصة هناك من سيقوم باقتطاع كلامنا. وانظر هذا يحرض الناس على اليهود والنصارى. لا والله يا أخي، لا أحرض لا على اليهود ولا على النصارى. ومشكلتي مع اليهود الذين في فلسطين بسبب كونهم غزاة معتدين على بلادنا. أما اليهودي الذي يعيش في وحده سواء في بلدنا أو في غيره، محترما لنفسه، محترما لنظامنا العام، ليس عندنا مشكلة معه. وكذلك النصراني. وهذا حياة المسلمين. يعني أذكر حاجة حصلت معي في دمشق في بداية تعيني أستاذا في الجامعة، ولعله على سبيل الاختبار لي، تأتي أسئلة عادة للأساتذة الجدد هكذا، يعني من هذا القبيل. جاءت واحدة نصرانية تقول هكذا، طبعا بنوع من الجرأة يعني الشديدة، ما الدليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف؟ أخت بسيطة هذه. ما الدليل على أن إسلامكم لم ينتشر بالسيف؟ قلت الدليل وجودكم بيننا، هذا هو الدليل. ها؟ ممن كان يخاف عمر بن الخطاب حينما دخل المسلمون بلاد الشام في أيامه؟ كان يخاف ممن عمر بن الخطاب؟ من هرقل يعني؟ ها؟ ممن كان يخاف مثلا عمر بن عبد العزيز الذي بعده بحوالي 70 أو 80 سنة؟ ممن كان يخاف
السلطان سليم الأول يخاف من فرنسا مثلا ولا من بريطانيا؟ يعني لو كان قتلكم من دين الله لم تبقى واحد. هذا الاعتداء على هؤلاء الناس من الدواعش ومن أمثالهم. لماذا؟ من أجل تشويه دين الإسلام. نحن هؤلاء أهل الكتاب لهم أحكام خاصة، لكن ليسوا مؤمنين بديننا، هم يعدوننا كفارا. هكذا. يعني إذا أسألكم سؤالا، إذا واحد من هؤلاء النصارى مهما كان لطيفا وطيبا أسلمت ابنته، ها؟ أسلمت ابنته أو خطبها مسلم ليتزوجها، ماذا سيكون شعوره؟ إذا أردتم أن تبحثوا يوجد في يوتيوب عشرات النساء اللائي أسلمنا في الكنيسة المصرية بالذات، لاحظ كيف فعل بهن أهلهن، أنت بنفسك عود إلى هذا، أسلمنا وهن اتبعنا الأرثوذكس، وكيف فررنا بدين، وما هي المضايقات وما هو الأذى الجسدي وغير الجسدي الذي تعرضنا له. إذن يا أخي لا، هم يعدوننا كفارا، ونحن كلمة كافر ليس معناه اهجم عليه واقتله، لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. هذه الطريقة الغوغائية في الهجوم على الناس المخالفين في الدين طريقة الوهابية، ليست طريقة أهل السنة والجماعة. بدليل ماذا؟ أن هؤلاء كانوا تحت رعاية أهل السنة والجماعة، وممكن إنسان مسكين يظن أن هؤلاء كانوا في رعاية السفارات الأوروبية التي كانت ترعاهم. يا بابا، ملك فرنسا كان يرسل خطابات ترضية لسلطان بني عثمان، وكانوا يرتعدون خوفا منه. ما الذي يمنع؟ يعني السلطان محمد الفاتح وقد فتح البلاد بالسيف بالسلاح، ما الذي يمنعه من الإبادة الجماعية التي فعلوها بينهم؟ ها؟ ما الذي يمنعه؟ الإسلام هو الذي يمنعه. إذن إخواننا في الإنسانية اليهود والنصارى، من كان منهم مسالما لطيفا فليس عندنا مشكلة معه، ولكنه ليس مؤمنا بديننا حتى يتبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عنهم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معها الذي هو القرآن أولئك هم المفلحون. الذي هو القرآن كلمة تفسيرية ليس من الآية. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقفة يسيرة أخيرة، كلمة أولئك هم المفلحون عند أهل اللغة وعند أرباب البيان هنا عرف المبتدأ والخبر، وتعريف طرفي الجملة الإسمية من أساليب القصر. ما معنى من أساليب القصر؟ يعني كأنه قال لا مفلح غيرهم، مثل الدين النصيحة، يعني لا دين بلا نصيحة، الحج عرفة لا حج بلا عرفة. فهنا أولئك هم المفلحون، كأنه قال لا مفلح غيرهم. فالذي يفهم لغة العرب ويفهم القرآن يفهم قول الله تعالى في أهل الكتاب، فالذين آمنوا به وعزروه، آمنوا بسيدنا محمد رسول الله النبي الأمي الذي ذكر قبل قليل، ها؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، كأنه قال لا مفلح غيرهم بإجماع أهل البيان وأهل اللغة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.